السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. لقاء تجدد. سر اللقاء العاجل ما بين وزير خارجية المملكة العربية السعودية وإيران في بكين غدا الخميس 6 أبريل. اللقاء دوت بيتم بعد 27 يوم بالتحديد من الاتفاق السعودي الإيراني الصيني في بكين يوم 10 مارس الماضي. ليه اختيار العاصمة بكين لاستئناف اللقاءات أو اللقاء العاجل؟ سبق اللقاء دوت اللي هيتم غدا الخميس، سبقه 3 اتصالات في خلال 12 يوم. أول يوم رمضان أجرى اتصال وزير خارجية السعودية بوزير خارجية إيران الأمير فيصل بن فرحان، هو اللي أجرى الاتصال لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خلال مهلة 60 يوم لاستئناف العلاقات. في نفس الوقت حصل اتصال تاني من حوالي ما يقرب من 10 أيام تقريبا، والاتصال الأخير كان أمس. أمير حسين وزير خارجية إيران قال في تصريح بالتحديد يوم الأحد إن هيكون في لقاء في خلال 48 ساعة القادمة. والحقيقة إنه إيران تعول على اللقاء أكتر من السعودية. ليه؟ لأن إيران من مصلحتها الاتخاذ في خطوات لتنفيذ الاتفاق، ولكن خطوات تنفيذ الاتفاق دي ما تبقاش من الخارجية. طب ليه اللقاء من الخارجية؟ لأنه اللي أمضى الاتفاق واللي هو هيلتزم بيه هو الجنرال علي شمخاني اللي بيمثل الأمن القومي التابع لإيران، والمستشار العيبان اللي هو مستشار الأمن القومي السعودي، ده اللي بيمثل الجهتين. لكن الخطوات التنفيذية هنا هتكون من خلال الدبلوماسية لتنفيذ ما تبقى من الإجراءات. في نفس الوقت إيه؟ يعني اللقاء اللي جاي ده اللي هيتم غدا الخميس، إيه الهدف منه؟ إيه المرجو منه؟ الهدف منه هو تفعيل مضمون اتفاق السعودي الإيراني اللي مضى في بكين. يعني إيه؟ هيكون في تفعيل يعني تنفيذ الاتفاق. كل اللي فات في الفترة اللي فاتت دي كلها هو وقت تم استقطاعه من الوقت اللي هو 60 يوم. احنا بنتكلم 10 مارس، يعني 10 مايو، ده اللي المفروض ان هم 60 يوم. مضى 27 يوم وإيران لا نعلم مدى التزامها بما تم تنفيذه في خلال ما يقرب من نصف المدة. فاجتماع أو حث وزير خارجية السعودية بإجراء اتصالين اتنين من ال3 اتصالات، ده معناه إن السعودية ترى أو إن هي بتجري اتصالات بتشوف إنه مدى التنفيذ. أيضا الاستخبارات السعودية تراقب ما يتم إمضاءه وتنفيذه في بنود إحنا اتكلمنا عنها في الاتفاق سرية، وأعلنت عنها إيران وأعلن عنها مسؤول سعودي لقناة الحدث العربية، وأيضا يعني صحيفة الشرق الأوسط السعودية بتصدر من لندن. الكلام ده صدر رسمي، قال إن في بنود في الاتفاق سري لن يتم الإعلان عنها. طب البنود دي سرية ليه؟ لمصلحة كل من الطرفين، لمصلحة إيران لأنها لا تستطيع عن مصارحة شعبها اللي هي قاعدة يعني تتعنتر أمامه وتقول إن أنا وأقدر وأعمل، وفي الآخر هي انبطحت للقرارات وانبطحت للكفيل الصيني، وأصبحت إيران الآن مكفول لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. إيران سنرى في اللقاء القادم ده أيضا في شيء مهم جدا. ليه اختيار بكين ومش اختيار مثلا مسقط وبغداد؟ مسقط وبغداد العاصمتين لسلطنة عمان والعراق تم لقاءات سرية ومعلنة في كل من العاصمتين في خلال 2021 و2022. حتى بداية العام الحالي كان في لقاءات في مسقط، ولكن ليه الذهاب إلى بكين؟ الذهاب إلى بكين لأنه امتداد لدور بكين في تنفيذ الاتفاق، وإنهاء دور بكين فإنها ضامن لإيران.
يعني عايز اقول لك انه مش هيكون ده اللقاء الوحيد في العاصمه بكين، لا اللقاءات الاخرى يعني وارد جدا انه بعد 20 او 25 يوم، يعني بمعنى ادق ان بعد عيد الفطر المبارك باسبوع او اكتر هيكون في لقاء اخر. ولا ننسى هنا انه في امور اخرى هي التي ستدفع ايران لايضاح صورتها الحقيقيه في تنفيذها الحقيقي لبنود الاتفاق. في فرق ما بين الاتفاق والالتزام بتنفيذه نفسه. هل ايران هتنفذ فعلا الاتفاق ده؟ هنشوف. هنا ايران، هنا الصين ضامن، وهنا الاصرار على انه الذهاب الى العاصمه بكين وليس الذهاب الى مسقط او بغداد، كان ممكن جدا اللقاء يكون في بكين. لكن الاصرار السعودي وايضا الصيني على الاتيان بالمكفول به وهو يعني فصل اللي هو امير عبد الله امير حسين وزير خارجيه ايران الى بكين، لانه الصين هي اللي هتكون ضامن للتنفيذ، وفي نفس الوقت انه درءا لألعاب طهران. يعني ممكن وارد جدا ان انت التصرفات يا جماعه الايرانيه والتصرفات الاسرائيليه الاثنين واحد. دايما في الاتفاقيات للسلام يكتب شيء وساعه التنفيذ ما ينفذش، ده شيء وارد جدا. يعني ممكن هو امضى اتفاق فيه 25 بند ممكن ينفذ 5 بنود و20 لا، وارد جدا يشم نفسه. هو الان منبطح، هو الان منبطح ويزعن لكل القرارات والاتفاق وغير قادر على ان هو يخرج من الاتفاق. لكن انت دلوقتي لازم تضغط عليه، وانا قلت لكم ان ايران دي عامله زي السوسته، لازم تضغط عليها بقدمك بكل قوه حتى لا تفلت من قدمك، لازم تدوس عليها، يعني لا تترك ايران، لازم تدوس عليها. فهنا الضغط، الاتصالات المتكرره، 3 اتصالات في خلال 12 يوم بالتحديد، 12 يوم اجروا فيها كل من الوزيرين ب3 اتصالات، والذهاب غدا يوم 6 ابريل الى بكين، امر مهم جدا. في نفس الوقت انه تسهيل الوصول للبنود وتنفيذها، الاتفاق الرسمي هو اتفاق امني، اتفاق تجاري، اتفاق استثماري، اتفاق اقتصادي، واتفاق شباب ورياضه. عايز اقول لكم ان ايران طلبت رسميا من السعوديه، من شركة أرامكو، تقوم بالاستثمار داخل إيران، لأن معلوم جيدا قوة وقدرة شركة أرامكو، الشركة الأولى في العالم وأكبر مكون اقتصادي في العالم الآن، شركة كبيرة جدا. في نفس الوقت إنه إيران تسعى لتنفيذ الاتفاق الظاهر لنا اللي هو اتفاقيات تجارية اقتصادية. لا ننسى إنه إبراهيم رئيسهم، رئيس إيران، تلقى دعوة من الملك سلمان بزيارة المملكة العربية السعودية، وسيأتي لزيارة المملكة العربية السعودية في العيد القادم. العيد القادم اللي هو عيد الأضحى. عيد الأضحى وليس عيد الفطر. سيأتي في الحج يعني بمعنى أصح يعني. عارفش الإيرانيين بيبقوا حريصين جدا على الحج ولكن ما بيعملوش أي حاجة بيه. يعني ما أعرفش يعني ما عنديش يعني تعليق على اللي هم بيقولوا يا بيعملوه، يعني بيبقى حريصين جدا على الذهاب للحج لكن ما بيعملوش حاجه. يعني ما فيش اسلام في التصرفات، انما الدين المعامله مش موجود عندهم، معاملتهم مع العرب المسلمين انه لو قدر مش هيعفي عنك، لو قدر وتملك منك مش هيعفي عنك. وشوفهم عملوا ايه في العواصم العربيه. ولكن الان في اتفاق وفي كفيل وفي خنوع إيراني وفي خضوع إيراني، وفرصة لن تأتي، فرصة لن تأتي، لأن إيران خرجت من تحت يد العباءة الأمريكية. خروج إيران حتى بمحاولة أمريكا وإسرائيل والغرب باللقاء اللي حصل في أوروبا وأنا اتكلمت عنه، بالمحاولة لصفقة ب يعني التوقف الإيراني عن التطوير النووي عند الحد اللي هو 90 أو 84 اللي وقفت عنه، وفي نفس الوقت أنه يتم
صرف الأموال المجمدة الإيرانية اللي موجودة في العراق وكوريا الجنوبية، ولكن إيران رفضت الصفقة لأن إيران عندها الأبواب الخلفية اللي بتصدر منها النفط، بتصدر النفط للصين، بتصدر النفط إلى حتى أمريكا عبر كوريا الجنوبية. إيران بارعة في يعني خلاص، هي دولة متخصصة، الدولة الأولى في العالم في الهروب من العقوبات، يعني استخدام العقوبات والأبواب الخلفية منها. إيران أصبحت بارعة فيه جدا، واللي سعيد على كده الغرب بيغض الطرف عن الموضوع ده في سبيل تحقيق مصالحهم، لكن الموضوع ده خلاص انتهى. دلوقتي إيران خرجت، يعني خرجت خارج العباءة الأمريكية، والآن إيران تحت العباءة الصينية والروسية وغير قادرة على أن هي تخرج منهم. حتى لما حصل يعني انهيار في العلاقات ما بين إيران وبين روسيا، إيران برضو لا تستطيع أنها تخرج برا روسيا، لا تستطيع. مصالحها العسكرية في إيد روسيا، محاولة تطوير القدرات العسكرية الإيرانية والاستحواذ على المقاتلات الأحدث وعلى المنظومات الدفاع الجوي الأحدث. كل منظومات الدفاع الجوي الإيرانية باختلاف أسمائها، جراد 3 أي باور 373، كل الأسماء اللي عند إيران كلها في الأصل منظومات دفاع جوي صينية وفي الأصل روسية، اللي هي الاس 300 باختلاف اسمائها، ويا اما الروسيه الاس 200 يا اما الاس 300. كل دي كلها منظومات دفاع جوي مكوناتها كلها روسيه، وفي الاخر بيتم تجميعها فقط، سواء شبكات الرادار او القاذفات او منظومات الدفاع الجوي، كل يعني كل ما هو يندرج في الدفاع الجوي الايراني كله روسي وصيني برضه. ففي الاخر ان ايران لا تستطيع الخروج خارج الامر ده، التحالف ما بينهم. لكن في موضوع المسيرات، هنا موضوع المسيرات، امريكا والغرب زود ايران بمسيرات لاستنزاف الدول الخليجيه، بمعنى اصح لاستنزاف الدول الخليجيه، ولكن الامر ده خلاص انتهى، الامر ده انتهى. ودي الضربه اللي امريكا يعني خدتها ومش قدرت ان هي تخرج براها. اللقاء السعودي، اللقاء السعودي الايراني في العاصمه بكين هو لتنفيذ مضمون الاتفاق اللي تم 10 مارس الماضي. هنشوف هنا الدبلوماسية الإيرانية اللي دايما تقول حاضر ونعم هتعمل ايه، لكن الأهم منها هو الحرس الثوري، الحرس الثوري اللي هو دايما يصدر يعني تصريحات عدائية، ولكن هنا الملالي هو اللي بيضمن، الملالي هو اللي بيضمن الاتفاق بعد ما تم إلزام علي شمخاني بأنه هو يأتي بموافقة من الملالي نفسه. لأن السعودية ذات نفسها قالت أنا مش عايز، في المحادثات الأولانية مش عايز أن أنا أجلس مع مندوب علاقات عامة اللي هو حسين أمير، اللي هو حسين أمير وزير خارجية إيران، في نفس الوقت أنه السعودية تجلس الآن مع وزير خارجية إيران لتنفيذ مضمون الاتفاق فقط للتنفيذ، لكن إن لم يتم تنفيذ أي شيء الاتفاق يعتبر لاغي، وتصريحات السعوديه واضحه جدا، والصين ايضا تصريحاتها واضحه جدا. لكن هل ايران تستطيع ان هي يعني تفلت من الكفيل الصيني والروسي؟ ستجد من يتحالف معها. اذا ذهبت ايران الى امريكا، امريكا يعني ستفعل الافعال بايران، وإيران لن تستطيع الخروج خارج التحالف الصيني الروسي، لن تستطيع. فهنا إيران ما بين أمرين اتنين، ما بين الأيديولوجية الإيرانية وما بين الالتزام بتنفيذ مضمون الاتفاق السعودي الإيراني الصيني. حفظ الله الجميع، صدقكم الله الذي لا تضيع ودائعه.